أكرم محمود الياس أبو محمود، هذا نور التراثي للسجاد والبسوط والمشغولات الدولية، مصنع أعلام، رسمات، نبشات، فرشات، مساند. بعدين الانتاج اللي بيطلع عندنا هنا هو الابساط، الرسمات في ابساط ممكن اشتغله في يوم، ممكن ابساط اشتغله في يومين، ثلاثة، اسبوع، شهر، هو الرسمات اللي في الابساط. كان النول في الاول جورة، في قلب جورة كنا نشتغل فيه، ايامها كان خشب من الصجر، نعمله كله خشب في خشب، فلما طلع الحديد والابروفي تطور من جورة، طورناه على حديث انتماء للتراث، لأن تراث الأجداد وتراثنا هذا لازم نحافظ عليه. حب لها الشغلة، ولا المكان اللي أنا موجود فيه اللي هو فندق المتحف، بتمتع معه في الشغل.